السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في أداة ظريفة جدا، ألا وهي إن لو أنت عندك شوية مشاكل في الموديل، فأنت بتقول له warning review ويبدأ يعمل لك select عليهم، وتقدر تعمل لهم isolate بحيث إن أنت تشوفهم وتحل المشاكل بتاعتهم. طريقتها سهلة جدا وبسيطة، وتقدر تختار إيه المشاكل اللي أنت مهتم بيها.